السلام عليكم اخوتي، كنبلغوا التحيات ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده في الخارج. كنبلغوا التحيه ديالنا من هذه المباراه، كنبلغوا التحيه ديالنا للشعب الجزائري والشعب الموريتاني والشعب التونسي والشعب الليبي. كنبلغوا التحيه ديالنا من هذه المباراه اخوتي، كنبلغوا التحيه ديالنا لجميع العرب اللي كيشاهدوا بلا اله الا الله محمد رسول الله. كنبلغوا لهم التحيه ديالنا من هذه المباراه اخوتي، كنبلغوا التحيه ديالنا حاره اخواننا الفلسطينيين، فهمتي يا اخوتي؟ وكان بحال نتوما عارفين القصه ديالنا فين خليناها اخوتي. قلنا لكم ملي كنت في المركزي وليت صافي بديت كنعرف الطايره والنازله كما كيقولوا بالهضره ديال الشجانة داخل المركزي، الطايره والنازله ما كاينش فيها العربيه. وليت كنعرف اللي مشى واللي مشى اي حاجه، وليت كنعرفها في هاد السيلونات فين ساكن انا. علاش وليت كنفتح عليهم وكنشد عليهم بالساروت؟ وليت خدام تما كارت سيسي، سيسي كوش محمد الشمالي معروف الدبيب. وليت مع هاد الناس هادوما الساط الصباح كيفتحوا عليا قبل ما يخرج الشمس الجون، يلاه كيدير الفجر مورا شويه كنخرج كنعمل الدكيكه ديالي وكداو هادي كنريق كنفطر كنخرج الدراري ديال لامبينسا كيقوموا بالدور ديالهم كينظفوا ديك الكارتي ديك السيسي كامل، كيتنظف الصواب من بادي ديالو وكلشي ديالو كيقرب ينشف. كندي معايا جوج دراري او ثلاثه بينا كنمشيو للفران كنجيبو الحساب ديالنا ديال الخبز سخون من هاد الناس هادو اللي ساكنين معانا في هاد السيسي كوش. كنجيبو لابيل ديال السيلون كامل ديال السيلونات يا هاديك اخوتي، كلها كنعملو له الخبزه ديالو، كل سيلون كنعملو له الخبزه ديالو. علاش هاد الناس هادو في الصباح بكري؟ كاين الناس باش عتعرفوها مزيان، لا سونترال مدرسة كبيرة، مدرسة شجنية كبيرة، بزاف الحالات عتعرفوهم وعتعرفو الشجانة شنو كيعملو هنا في هاد المدرسة هادي. كاين الشجانة اللي كيتكونو هنا التكوين، بزاف ديال التكوين كاين هنا في هاد الحبس هادا. كاين ميكانيك، كاين تريسيان، كاين ميكانيسيان، كاين صحاب السدر، كاين الخياطة، كاين النجارة، كاين صحاب الصباغة، كاين بناية، بزاف ما يتقال، كاين صحاب المسرح، كاين الرسامة، كاين بزاف ديال الناس كنفتحو عليهم هاد السيلونات. هاد التروطوار هذا فيه ثلاثة طبقات هنا وثلاثة لهنا، وكيفتحو عليهم الناس وهاد الشجانة غارقين تا الودنين، والخمسطاش عشر سنين كيسميوها مشا بحالو. بنادم كتقولو أنا محكوم بعشر سنين ولا بخمس سنين ولا بخمسطاش أو بعشرين عام، كيقولو كيفاش جيتي بحالك صبن حوايجك. كيفاش صبن حوايجك وانا محكوم بخمسطاش ولا بعشرين عام؟ كيقول لك عا صبن حوايجك، انا ضرب كدا وعشرين عام وباقي في المؤبد، انا خرج من الاعدام وباقي هنايا. اذا مدى الحياه محكوم، مدى الحياه بنادم تما تيتوب حتى تجي الموت. وكنفتح عليهم اخوتي بديك التمنيات الصباح، يلا كندوز عبر لابيل بلا ما كنفتح عليهم طنطن معروفين. كاين السيلو اللي فيه واحد، كاين السيلو اللي فيه جوج، كندوز عليهم بلابيل موظف واقف هذاك اللي كيجي باش كيقيد باش عيبات في الليل، كدرا نديرو عندنا قدا وقدا في السيسي اللي بيته تما قدا وقدا. سالينا اللي خرج من الطبيب كيتحسب الديمومة أي حاجة كدرا نديرالو. كنبدا نفتح عليهم، كاين اللي كيمشي للتكوين ديال النجارة، كاين اللي كيمشي للتكوين ديال الميكانيك، كاين اللي كيمشي للتكوين ديال التريسيان، كاين اللي كيمشي ديال الماء، كل ولين كيمشي أخوتي. بحال مدينة، أنا قلتكم مدينة خطيرة وغريبة بالحلقات اللي فاتوا، هي هاد لاسونترال. وعاد كنطلع قلتكم على صحاب هاد التروطوار هاد المركزي، الناس اللي ساكنين هنا كاين بنادم ما كيهضر ما كيتكلم، كتوصل ديك الساعة كيقصد الخدمة ديالو. كاين اللي جردار، كاين اللي فلاح، عطيناه يتكون في الفلاحة كيخرجو شمار رونت قطيعات ديال الأرض كيعطيوهم له كيفلاح فيهم، كيعمل خضرة وكيعمل ربيع وعمل نعناع وعمل بعض الحاجات. ومني كيطيب ديك الشيء هذا كيبداو يدخلوه كيبيعوه في وسط الحبس السويقه باش كيديبانيو. المهم راه تعلم فلاحه، تعلم كيفاش كيغرس وكيفاش كيعدل ديك الشيء هذاك اخوتي، فهمتو المشكل كيفاش عامل؟ والناس ماشيه اخوتي هايده، كل حياه مستمره ولو بنادم غرق حتى الودنين. كنفرقوا عليهم كيمشيو للتكوين كيجيو بحالهم عاود ديك العشويه، شحال نقول لكم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. كاين الناس اخوتي انا قلت لكم حتى الهضره ما كيهضروش مع بنادم، كيجي كيجبر الصوبه ديالو. في الساعه اللي كنفرقوا لهم الصوبه
الجميله كتنزل في الباب كتعمر له كيكون موصك، كاين اللي ما كيستقل على صوبال على والو كيجيبها في يده على كوزينه بلا سونترال، كوزينه مونديال. هذا هو الحاج اللي قلت لكم مدرسه كبيره، هو سونترال فيها الشجانه في كيتعلموا بزاف ديال الاشياء اللي تقدر تنفعهم الى سهل عليه الله وخرج. كاين اللي قرا، امي هي كتعرف من زمان وهي تما بلا سونترال في الحبس المركزي من زمان، وما كيعلموا بنادم القرايه. انا قلت لكم التكوين هذا هو الحبس في المغرب رقم واحد، كاين شي حبس من غير سونترال اللي كيخلع واللي داز فيه واللي فلت ما ماتش هي لا سونترال، وفيها جميع الاشياء اللي ما نواهاش. انا قلت لكم اخوتي المشجون اللي كيخرج من لا سونترال كيقول لك انا صافي، واخا باقي لي 15 ولا 10 سنين ولا 20 سنه بحال خرجت لا كلاس. علاش خرج من لا سونترال؟ عايمشي لحبس اخر عادي يعيش فيه، عادي يعيش المناخ ديال المدني، كنسميو الحباسات اخرين عن المدنيين. هذا المركزي فين عايش دابا، ومني كيمشي للمدني كيدخل معروف سنتراوي. علاش كيعيطوا له سنتراوي؟ انسان ديسيبليني ومريقل، كلمه ديال مريقل، بنادم مقوم مريقل، لا هك لا هك، بنادم ديسيبليني، حباس بالعربيه كما كنقولوا بالدارجه، حباس عارف شنو عليه وشنو ماشي عليه، عارف حاجه اللي هي هادي واللي ماشي هي هادي. وهيداك كيعيش المؤسسات اللي كيمشي لهم، كيعيط له مسؤول كبير ولا كذا كيقول له اجي شنو عندك، يقول له تريسيان دخلوا للضو، يخدم بالضو، عطيه كذا عطيه كذا، كيتهلاو فيهم في الحباسات اللي كيمشيو لهم الناس اللي عندها التكوين واللي شابرين ديسيبلينا والمريقلين. علاش كيقولوا سانتراوا مريقلين؟ علاش فلت من الموت وعندو بزاف الاشياء في راسو، بزاف الاشياء وديسيبليني مع راسو. سانتراوا ما كيقولوش يا دجا من حبس كذا كذا كذا، سانتراوي راه معروف كيعيطوا له سانتراوي. انت يا خوتي لاحظنا بزاف الاشياء، قلنا لكم داخل في هذا المركزي هذا فين عايش انا، كنفتح على بنادم وانا تما شحال وانا معاهم، كاين بنادم والله العظيم باقي ما شاركتش مع العربيه، كنفتح عليه ونشد عليه كيخرج ساكت كيدخل ساكت، ما كاينش هادي، كتعطيه الخبزه ديالو والكميله ديالو اما تعمرها له انت او يجيبها هو من الكوزينه، ما عندوش مشكل. كاين اللي ما عنده حد في الدنيا، واخا عنده العائله واخا عنده كذا ما عنده حتى واحد، ما كيهضر في تينيفون ما كيمشي لاكيز ديال التينيفون ما هادي ما والو. وهيداك كاين الناس مدبر على راسه داخل الشجون. انا قلت لكم واخا ما كيترافيكيش وما كيعملش بزاف الاشياء، المهم عنده البيكور ديالو الخلاص ديالو من الحانوت، كتوصل عنده الامور ديالو بالحانوت، كيصبر ديك شهر شهرين ثلاث شهور كيمشي كيجيب كرطونه ديال السلعه ديالو، ديك النهار كيكون عنده هو العيد ديالو والزياره ديالو، بالزيت بايطه بالزيت كحله بالسكاكر اي حاجه بالزبده اي امكانيات اللي كاينه بالحانوت، وكيجيبها السيلون ديالو. علاش؟ تعلم في الحبس واحد المهنه كيعديرها، اما كيبني اما كيعدل الجليج اما كيسودي الحديد اما بزاف، اما ميكانيك معاهم تما في المعامل ديال لا سونترال، اما نجار، اما بزاف الحاجات كيتعدلوا، وعندهم معرض ديالهم، عندهم معرض ديال الشجانه، ماشي الشجانه ديال الحباسات اللي كتعرف لا سونترال، الشجانه ديال التكوين ديال لا سونترال، عندهم التكوين ديالهم اللي كيدوزوا لهم المعرض ديالهم بالصنعه ديالهم ديال النجاره ديال الحديد ديال اي امكانيات اللي كاينه كاينه في المعامل ديال لا سونترال، ومن قديم من زمان وما هادشي هذا كاين تما بلا سونترال، ماشي عاد خلق، من قديم كاين شجانه دخلت ما كتعرف والو ولا كتقرا، كاين شجانه دخلت ما كتعرف والو ولا معلميه، كاين شجانه المهم كاين حتى البطاله عندهم تما داخل الحبس. استغفر الله خوتي، حتى الناس اللي ما كيخدموش بحال السيفيل كيعيبوا عليهم هذوك البيطاليين، كيمشيو الكور ديال الرمله والكور كبير فيه الدوتشات فيه الرشاشات فيه الكره فيه هادي، كيقيلوا تما دوك معروفين بيطاليين، صحاب مخدرات وصحاب كدا وصحاب المحيا وصحاب بزاف الناس ديال هاد الامور بحال هادي، ما كيخدموا ما يردموا عندهم برايس ديالهم تاهم. اما ناس كاينين الناس اللي كتخدم واخا غرق حتى الودني كما كنقولوا بالدارجه، راه كيعمل ديك التكوين وكيقرا وتابع الامور ديالو، كيقول ما نعرف شنو راه يسهل عليا الله ولا كذا، ومع كيقولوا لهم يسهل وكذا، وهزاب ديال الناس سهل عليهم الله، ضربوا اللي ضربوا هنايا سنين متعدده وبقى العمر طويل وخرجوا لحباسات اخرين وعاشوا مزيان، عاشوا الكرامه ديالهم وعاشوا بقيمتهم. علاش ماتريسيان قلنا لكم ولا كيعدل الماء ولا كيعدل شي حاجه، المهم مقبول سنتراوي. مراجل كيقول له ديسيبليني، هاد الحباس هادو فيهم الديسيبلينا وفيهم فهمتي الناس مراجله كتمشي معوطه، كيعرف انا قلت لكم بزاف ما يتقال في هذا الشيء هذا اخوتي،
وإذا بقينا عايشين معاهم حتى حنايا ولو المخدرات وكذا وهادي وما مشيناش للتكوين وما مشيناش للقرايه وما مشيناش بزاف الحاجات. انا كانت عندي انتم ما كتعرفوا اخوتي، انا تحكمت بعشرين بعشرين 40 سنه ديال الحبس تحكمت فيها اخوتي، كتعرف هادي ظلمانا وعدوانا وما خليت حتى حبس المغرب. وبالحق السيستم دهاتش الحبس هذا واللي شفت فيه علامه اخر كما قلت لكم في الحلقات اللي اللي دازوا اخوتي، وعشنا مع ناس لا اله الا الله محمد رسول الله. اخوتي اش غادي نقول لكم، شي حاجه ما طيحش على البال، وكل شيء فيه المواس كيتباعوا في الارض الفراشه بلا تكوين بلا ما يعدلوا الحداده، عا كاين تما الحداده بلا طونطرال كيعدلوا ديك الامور بحال هذه. بالحق اخوتي كاين مواس ديال برا هادو ديال الخضره قد هيدا كيتباع مفرش في الارض، ولا بغيتي حتى سيفيل كيعاود كيبيعوه لك هيدا بغيتي يجيبوه في امكانيات كامله. حتى انا قلت لكم بالشراب ديالو بالمحيه ديالو بالحشيش ديالو بالباستيات اقراص ديالو اي حاجه ديالو، جميع الباستيات بلا فيرميري بعدك موجوده داخل بالحبس، بداها من الارطان 25 روزينا دل 100 ولا 25 ولا اي حاجه لاركاكتين لاروكسين اللورداس اكستا بزاف ديال الباستيات اللي برا فهمتي وكيغبروا وفي الحبس راه موجودين. حتى الريبوترين غوادالوب الروج دو اي حاجه الموديتين كلشي موجود في الحبس اخوتي. لا بغيتي تحمق عاد حمق، بغيتي تدخل الطريق ديالك كما كنقولوا التريكل ودعم الديسيبلينه ديالك كلشي على الله يسهل عليك الله راه تقدر تسلك. هذا الحبس هذا فيه جميع امكانيات، انا قلت لكم المدينه الغريبه الخطيره والغريبه سميتها بواحد الحلقه باتت استغفر الله العظيم اخوتي. وقلنا لكم كطيح واحد الضبابه وكتجي واحد الريحه بديك الساعه الصباح ولا الخمسه ولا كذا والله العظيم لا خصك الكمامه. وهيداك وعايشين حنا في ديك الطروطوار هذاك مني بديت دوز معاهم وعرفت الاشياء هذه الطواليت كطلع ديك الريحه الخبيثه والهواء قبيح بزاف ديال الحاجات تشم تما خطيرين. كخرجوا عندنا واحد الكور تما خاص تسيسيكوش كل بلاصه عندها كور ديالها بلا كور كبير ديال الرمله، واحد الكور عاو فيه الجريده وفيه ديك اللعيبات وكذا وهادي. مني بقيت كنطلع مزيان وكنكتشف مزيان جبرت الكور وخا معدل الجرده ديالو وكذا بالحق في الليل وفي العشويه حين كتشد الباب والله العظيم لا الطبه بحال قط عامر الطبه الحبس من تحت كامل طبه، ما عندكش مين تسلك تحت الحبس كلشي طبه عاد الطبه كتجري عاد الطب الطب كيجري ولا اله الا محمد رسول الله. ما كاينش يا اخوتي الطوبه كتعرف القط كيهرب منها ما كاينش فيها العربيه وهايدا في ديك الطوبات كيدورو المؤسسه بعض المرات كتجيب شي بحال الكفته كتعمل لهم فيها ديك السم وديك هذيك ديالهم وكتدور على هاد الكرات هادو اللي كاينين في هاد الطروطوار واللي كاينين بعض البلايص بحال هيدا لافيرميري فين كاينين ديك الحماق وفين كاين بزاف ديال الحاجات مع الكوزينه عاود كتعرف شي تقابي وشي صخ الحبس من تحت مدينه الطوبه. وخا تبغي تحفر تدخل تحت الارض ولا تاكلوك على الطوب ما كاينش على حمري حمر التراب والطوبه تقبل حبس كامل من تحت كلشي كتسمع داكشي كيغلي من تحت تكون مجبد وهذا كيجيبو داكشي بحال الكفته كيعملوه لهم تما خوتي في العشيه ملي كنشدو ديك الكرات وكيخرجوا ديك الناس كيجيو من برا هذا راه بلا غدا شنو كنجبرو بهاد الكرات وماشي الطوبه خوتي ماشي الطبره القنيه هادي تبارك كتعرف قداش وهادشي طايح فوقش شي طايح فوقش وكتشمخ اخوتي لا اله الا الله محمد رسول الله. بنادم حاشي ديك الميكات في يدو وكذا وهادية وما كاين عاوز ونزل عاوز ونزل عاوز ونزل في البرامل وكيعمروا البرامل بها ويخرجوهم على برا عرف فين كيديوها كلشي ميت عاو كورة اخر هيدك وكيعياو يحاربوا فيها اخوتي وما كتقاداش وما كتقاداش الطب هادي وادي ما كاينه وتجري وكذا وهادي والناس اللي كيطلعوا من ديك السراجم من ديك الكورات كتعرف كيتمنظروا فيها كاين اللي كيصطادها بالسلبه كاين اللي كيصطادها بحال اللي كيصطاد الحوت كاين اللي كيلعبوا معاها بالتحاشيش وهادي وهاد الناس عايشين. قلنا لكم اخوتي في هاد السيلونات كاين السيلون فيه جوج الناس كاين السيلون فيه واحد وجوج الناس كتجبرهم ما فاهمين شي وهي جوج المترو الطاوله ومترو شي حاجه ديال العرض. اجي تشوف انت هاد جوج الناس اللي في سيلون واحد عا كرتونه سميتو لكم في الحلقه اللي فاتت وما فاهمينش شنضر لك طواليت انت كتشوف هو كيشوف جلس قدامه بحال كيشوف كيخليك هضنو تاكل تاكل هكذا تاكل شي حاجه ولا شي شهيوه ولا جبتي شي حاجه من برا وانت وياه ما كتفهموش وكذا يلا كيقول بسم الله هو كيهبط السروال ويجلس في الطواليت في ديك الثقبه وكنتي
هو طر متينا كتاكل الروايح الماكله ما تعاد تقول له منو شي شنو ما كاينش بتقدر تقول له والو كل حور دراسه اش كنقول لهم الريكلي اللي كاين في هاد السنترال والديسيبلينا ديال الشجانة اخر كيبر تطحاشكم في الطوالت قدامك عاد تقبى في الارض وروبيني قدامه وانت كتشوف ما بعدش واحور دا صاحبي مترو شي حاجه مترو شي حاجه هايدا انت ويا وجه بالوجه كيشوف فيك انت كذا كل عطه وهو كيبرطط علاش ما كتفهموش شي زكاير عندهم خطيرين وشي معامله لما تفهمتوش راه كتوصل للقتل شحال من واحد قتل خوه قتل صاحبو تما ما كاينش فيها العربيه تما بديك السيلونات هادو اللي كنهضروا في دوم يطرو الطاوله وميطرو شي حاجه ديال الارض واحد كينعس فوق الحجره واحد تحت الحجره راسو في الراس ديال الطواليط وهيدا كيوقعوا بعض الحالات كتكون سخانه وكتكون كذا او الناموس تما كتعرف شنو كيعمل والدبان كيدخل ديك جهه شمال روند وعصر جمجه طويل هدايا كيدخل منه شويه الهواء كاين وضع اخر يشدو كيقول له اخر ما تشدوش اذا سيلون فيه جوج مترو على مترو شي حاجه ديال الارض فيه جوج الحكامات جوج دولات عارف الكبر ديال الارض واحد باغي يشد ديك الصراجيم واخر كيقول له ما تشدوش يا خويا شد عاديالك كيفاش غنعملو شد عاديالي هو صرجم واحد شد النص وخلي النص ما عنده ما يقول كل واحد كيعمل اللي بغا انا باغي نشدو اخر ما باغيش تشدو انا قلتكم كيفاش كيوقعو كنوصلو شي زكاير عندهم شي زكاير اخطر شي حاجه اللي ما عمرك سمعتيها اخر ناض بحال هيدا كيشوش على الدبان هو وياه ما فاهميش ديك ستيلون قال له اخويا ما تجريش على الدبان كامل كيفاش قال له ما تجريش على الدبان كامل اجري على النص ديالك انا كنبغي الدبان النص ديالي يبقى معايا هنايا ودار معاه انتينا وقتلو ولا يقتلك هذه العلامات الموت قتلو ولا يقتلك الاولى انت قاعد تاكل كينوض الطواله تيجلس الثانيه انت بغيت تشوف الترجم قال لك لا شد على النص ثالثا بغيت تجري على الدبان قال لك جري على النص خلي لي النص اذا المفاهمه ما كاينش انت كتبغي تنعس هو عاد كيفيق مني يبغي هو ينعس كيقول لك خصنا التلفازه ما نسمعش الصوت كتصدعني شي حاجه خطير للعاده تبغي عاد شي حاجه جاون عندك وكذا وهادي من بعض الناس تما وكذا ساكن انت وياه كتقول له زيد تاكل كيقول لك انا فيا الدرس كتحرقني الدرس انت الا كتسالي الصداق ديالك هو كيجبد كامله الصوبا ما فيها ما تشوف كيبدا ياكل اذا المعنى ديالها شنو ما كاين لا درس لا والو عا ما بغيتش ناكل معاك وما فهمتش انا وياك قلت يا خوتي هذا هو الحبس هذه هي شي حاجه اللي ما اللي قدر على شي واحد هي هاد لا سونترال هادي واحد المناخ فيها خطير بقيت كنعرف هاد السيلونات اللي كنطرق عليهم بالسالوت وكنفتح عليهم كل واحد كيلاغي بلغاه كما كيقولوا كل واحد والهوا ديالو كل واحد والكاركتر ديالو بزاف ما يتقال في هادشي هذا كي اللي عنده ولاد وعائلته برا والله ما كيهضر عليهم ما جاوش عندهم ميتان واحد 19 ولا 20 سنه ضارب عليهم ما عنده لا ولاد ولا عائلته ولا هادي لا والو برا وجبت واحد الصديق ديالي ما نعرف كيفاش وقع واحد المره وغلط غلطه مع واحد السيلون معانا بديك حي سيسي كوش غلط ما عرف كيفاش وقع له بوبري عنده تليفون ترافيك كنهضروا به وما نعرف كيفاش وقع وعيطوا له في التليفون شكون عطى النمره ديالو العلم عند الله تصون عليه بنادم انت هو فلان قال لهم هي شكون نتوما قالوا له حنا ما كتعرفناش حنا النمره ديالك ها واحد عطى السيد عطاها لنا شكون عطى ديك النمره ديك الصديق ديالي اللي معايا في السيسي كوش التليفون ترافيك ومنع في وسط الحبس العلم عند الله فهمت يا خوتي في الساعه اللي قال لهم ياك لاباس قالوا له معاك واحد السيد راه ضارب شي كدا وعشرين سنه راه ساكن معاك في السيسي كوش حنا عارفينه في السيسي كوش ما كيبغي يخرج لا زياره لا يهضر معنا بالتليفون لا كدا قالوا له شكون انت قالوا له هذاك الوالد ديالنا وحنا كنا صغار خلانا صغار ودابا كبرنا وكدا كنبغيو نشوفوه ما كيحمل لا يشوفنا لا نشوفوه لا نهضروا معاه لا والو صاحبي بغا يدير على الخير ناض تالو البيبان بديك لاصيت شحال السيد هضر معاه خوتي اش غادي نقول لكم قال له جوج هضرات قال له مره اخرى تعاود تجي تدق عليا وتقول لي ولادك عيطوا لك في التليفون او لا باغي تهضر معاهم او باغي كدا راه نسالي مع امك جوج كلمات ما حملوش تكون كدا وهادي وتقول لي ولادي وتقول لي كذا باغي يهضروا معاك في التليفون قال له ما عندي لا ولاد لا والو ومره اخرى تجي عندي شي حاجه بحال هادي راه نسالي مع امك فهمتي يا خوتي وباقي ما يتقال اخوتي
على هذه القضيه ديال لا سونترال والحياه اللي عشتها في لا سونترال، وباقي ما يتقال فيها شبكات وفيها ناس الرزاق وفيها الناس اللي لا اله الا الله محمد رسول الله، وكاين انتحارات وكاين بزاف ما يتقال اخوتي في هذا المجال هذا. والله يحفظ جميع المغاربه وجميع الشباب المغربي اخوتي، الله يحفظهم من هذه المصيبه هذه. راه الحبس قبيح، هذا هو الرجلي، الرجلي خرج من لا سونترال والديسيبلينه خرجت من لا سونترال، وبنادم يرد باله بزاف اخوتي، والنص الكبير كيموت في لا سونترال. والله يحفظ جميع الشباب المغربي من الحبس ومن العذاب ومن الالم. الحبس ماشي الافتخار، راه عذاب والم، والوالدين والعائلات كيتكرفصوا معاك ويموتوا معاك. ولا اله الا الله محمد رسول الله، وسمحوا لنا بزاف، وعاش الملك اخوتي.